السلام عليكم، اهلين الحبايب ديالي، شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديال سميره فرانس. كنتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم، وما تنساوش ديروا ابوني اللي باقا ما تابوناش باش القناه تطلع مزيان، وديروا لايك وتكتبوا لي كومونتير مهمين بزاف بزاف في القناه، وما ديروا ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديوهات مع الناس ديالكم، مع اصحابكم، مع لا فامي، باش كلشي يحاول انه يستفاد من هاد الوصفات. راهم النتائج ديالهم مضمونه بزاف، انا عندي تجربه، انا كنجربهم، يعني النتائج ديالهم راه مضمونه، يعني ما كاينش الخوف. و كنتمنى ان الفيديوهات تكون يعجبكم وينال الاعجاب الجميع ان شاء الله. اليوم عندي لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف، ومجرباها الناس بزاف مجربينها. كنتمنى ان اي واحد يكون جربها او بغى يجربها يخلي في الكومنتير باش الناس يعرفوا بان هذه الوصفه راه فريمون زوينه بزاف وكتعطي نتائج زوينه للبشره. هاد الوصفه ديال اليوم هي كتحيد الناس اللي عندهم مشاكل مع الكلف، الناس اللي عندهم طوابع في وجههم، اللي عندهم اللون متوحدش في وجههم، يعني زوينه بزاف هاد الوصفه هادي. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. نبداو الوصفه ديالنا. غادي نديرو حمام مريم، انا عندي الكاسونه هادي ديال حمام مريم زوينه، كندير الماء هنايا لتحت. فوالا، هاد الوصفه راه زوينه بزاف، المفعول ديالها راه الناس مجربينها، انا مجربه حيت كانوا عندي في الحماله خرج ليا شويه الكلف في وجهي، جربتها الحمد لله عطات نتائج زوينه زوينه بزاف بزاف في ظرف سيمانه. غير هي خصكم ديروا اتونسيون، يعني في الاستعمال ديالها، يعني تحاولوا في السمن الاولى تحاولوا تستعملوها غير في البلاصه اللي عندكم فيها الطوابع ديال الكلف او الطوابع ديال الحبوب ولا اللون ماشي متوحد. حاولوا في المده ديال الاسمين ديروها غير في دوك الطوابع بالضبط، ما تحاولوش ديروا انها في الوجه كامل. من بعد سيمانه كتبدا الطوابع كيبداو كيمشيو، ديك الساعه عاد غديروها للوجه كامل باش اللون كله يتوحد، حيت الا درتيها غير للوجه كامل يعني الوصفه غادي تعطيك مفعول في الوجه كله، من بعد غيولي عندك تصبغات في الوجه. يعني من الاحسن انك ديريها تبداي مدة ان سومان او دو سومان غير في البلاصه اللي عندك فيها الكلف واللي عندك فيها الطوابع ديال الحبوب، ومن بعد سيمانه ولا جوج سيمانات عاد تبدي ديريها في الوجه كامل باش اللون يتوحد كله في الوجه ويرجع مزيان. زيت العود، شتي زيت العود غندير لها حمام مريم، باش عارفين زيت العود ضروري ملي كتستعمليها للوجه ولا الشعر ضروري خصك انك تحيدي ليها الملح، داكشي علاش غادي نديروها في زيت مريم. فوالا الوصفه راه قداش ما درتي راه كتبقى، يعني تحاولي انك تستعمليها بليزيوغ فوا. دخليها غير شي شويه في حمام مريم، ومن بعد غادي نبداو الاستعمال ديالها. و شنو بغيت نقول لكم، هاد الوصفه هادي راها زوينه، كنتمنى ان تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا ابوني للقناه وديروا لايك ولي كومونتير، كنعاود نكررها حيت كاينين الناس بزاف كنشوف في اليوتيوب، ناس بزاف كيتفرجوا في الفيديو ديالي مي ما ماشي ابونيين، يعني كنتمنى انكم كاملين ديروا ابوني باش القناه ان شاء الله تكبر وتفعل لي القناه ان شاء الله، نكمل الشروط ديال يوتيوب ان شاء الله يا ربي، وتفعل لي القناه كنتمنى من ربي. وهادشي كلشي راه بالفضل ديالكم بيان سيغ، نتوما اللي عندكم الفضل ان باش القناه تطلع وباش القناه تزيد قدام وتكون اكبر عدد في المشاهده ان شاء الله. فوالا نوريكم، هانتي غير كتسخن غير شي شويه كتحيد لنا ديك الملوحيه. شوطه الطريقه فريمون هاد الكاسونه هادي راه زوينه، هادي خديتها من ما عرفتش مين، خديتها وقيلا من اكسيون هنا في فرنسا، راه زوينه بالنسبه لحمام مريم، للشوكولات، بزاف ديال الاستعمالات، فرونشمون زعما مزيانه بزاف.
فوالا سي بون. انا غادي نوريكم غادي ندهس الزيت. غادي نحاول نستعمل الزيت كلها اللي درت في الحمام مريم. فوالا كيف ما شفتوا غادي نحطها هنا. من بعد غادي نستعمل الخرقوم. الخرقوم البلدي راكم نتوما عارفين المنافع ديالو للوجه للبشره للشعر لطبقات الشعر به. المنافع ديالو زوينين بزاف بزاف. غير هو تنقولها دائما حاولوا انكم تاخذوه يكون باقي 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 حبوب. ما تحاولوش تشريوه من عند العطار هو مطحون. يعني احسن طحنوه وتحس من يديكم باش تعرفوا شنو فيه. غادي ندير معلقه صغيره وغادي نخلط الخليط مزيان. انتما كيف ما شفتوا الوصفه راه زوينه بزاف بزاف بزاف. عرفتي النتائج ديالها مضمونه. عرفتي كتصفي الوجه من الكنف من الطوايا ديال الحبوب من شحال من حاجه. كتخليوها هكا تبرد شي شويه ومن بعد كتستعملوها. لان هي طريقه ديال الاستعمال هي مثلا هي من الاحسن انك تستعملها بالليل يعني قبل ما تناسيب. مثلا تدخلها ديك ساعتين في وجهك. من كتبغي تغسلي الوجه كتغسلي الوجه غير بالماء عادي حتى الصباح ان شاء الله عاد كتغسلي وجهك بالصابون. ولا ما قدرتيش انك تستعملها بالليل يعني تحاول انك تستعملها مثلا بالنهار في الصباح او في العشيه. كذلك تخليها ساعتين في الوجه. من بعد بالنهار يعني من احسن انك تغسلي وجهك بالصابون يعني ما تخرجيش للشمس وهذا. يعني من احسن انك اما الا بتي بها غير كديريها كتخليها ديك ساعتين في الوجه. من بعد كتغسلي وجهك بالماء وكتنعسي عادي. وفي الصباح فاش كتفيقي عاد كتغسلي وجهك مزيان بالصابون. راه ما كتخليش ديك الصفوريه نهائيا ولكن راه كتصبي الوجه. راه وصفه غزاله ومجربه من ناس بزاف جربوها وانا كذلك جربتها. انا قلت لكم في الحمام ديال الكلف في وجهي وجربتها الحمد لله ما بقات فيا حتى شي حاجه. انت شوفوا راه كتبيض كتحيد جميع لي تراس اللي عندك في الوجه ديالك. راه وصفه زوينه زوينه. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. وكاع الناس اللي مجربينها كنتمنى انهم يخليو كومونتيرات على هذه الوصفه باش الناس يقدروا انهم يستعملوها. حيت كنعرف ان الناس يعني كيخافوا باش كيسمعوا شي وصفه. هذه الوصفه راه زوينه. زيت العود كنعرفوا المنافع ديالها زوينين بزاف للجسم للشعر للوجه. زيت العود راك عارفين بزاف المنافع ديالها زوينه بزاف. اما الخرقوم البلدي ولا الكركم راه حتى هو راك عارفين المنافع ديالو راه زوينه بزاف. يعني ما كاينش علاش تخافوا. زعما استعملوها بعينيكم مغمضين. وهاد الوصفه راه مجربه راه الناس بزاف جربوها. داكشي علاش كنتمنى انكم تجربوها وغادي ما غاديش تلقاو مشاكل مع البقع اللي عندكم في الوجه. ومع مده الاستعمال كتفتح اللون ما كيبقاوش داك الطوابع ديال لي تراس في الوجه. اللون كله كيتوحد لك وجهك اللي كتعطي منافع زوينه. الوغ كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وما تنساوش ديروا ابوني للقناه باش تطلع. ما تنساوش ديروا لايك تكتبوا لي كومونتير وتبارطاجيوها مع الناس ديالكم مع لا فامي في جميع مواقع الاتصالات يعني فيسبوك انستغرام. حاولوا انكم تبارطاجيوها في ما بغيتوا يا او كان بروبليم. وكنتمنى ان الوصفه تعجبكم وكنتمنى لكم نهار سعيد وفيديو قريب ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديال سميره فرنس. الى اللقاء.